ضربة مدوية جديدة طالت الفصائل المسلحة الموالية لإيران قرب الحدود العراقية، والحديث هنا عن ضربة جاءت داخل الأراضي السورية، وهذه المرة هي جاءت ضد إحدى الفصائل العراقية المسلحة الموجودة هناك. هذه كلها جاءت بتفاصيل قادمة يوم أمس من وكالة عين الفرات، هي التي كشفت عن هذه التفاصيل بالكامل، والتي أكدت كما تلاحظون هنا من خلال هذه الخارطة هنا الأراضي العراقية، هذه الأراضي السورية، المناطق باللون الأصفر هي مناطق سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام، وباللون الأحمر هي مناطق سيطرة النظام السوري، نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك مناطق تواجد الفصائل المسلحة الموالية لإيران بكل تأكيد. الفصائل التي جاءت أو المعلومات التي جاءت بها وكالة عين الفرات هي أكدت أن هذه الفصائل المسلحة تحديدا العراقية هي كانت تنقل الأسلحة، وكانت في رتل من عدد من السيارات، والحديث هنا عن 4 سيارات كانت تسير بشكل متباعد، سيارة عن سيارة ما يقارب المتر إلى المتر ونصف، هي كانت تسير في هذه المنطقة التي ترونها، وهي منطقة العشارة القريبة من القورية، والتي تبعد عن دير الزور ما يقارب 58 كيلومترا، وكان هذا الرتل هو يتحرك من العشارة مباشرة إلى مزارع عين علي، وكانت تنقل الأسلحة، وجاءت فجأة طائرة مسيرة. تعتقد وكالة عين الفرات بأنها تابعة إلى التحالف الدولي، ليس هنالك شيء رسميا لمن تابع هذه الطائرة المسيرة، ولكن الأنباء القادمة وبحسب هذا الكلام والبيان أو على الأقل المعلومات التي نشرت من وكالة عين الفرات أنها قد تكون تابعة إلى التحالف الدولي، قامت باستهداف العجلة وعجلة بيك أب التي كانت تنقل هذه الأسلحة إلى مزارع عين علي، دمرت هذه البيك أب، وكذلك أدى هذا الأمر إلى مقتل عنصرين، والعنصرين اللذين طبعا قتلا، واحد منهم هو جنسيته عراقية والثاني جنسيته إيرانية، وبحسب وكالة عين الفرات تم نقل الجثث للقتلى مباشرة إلى الداخل العراقي. هذه الأمور وهذه التفاصيل تأتي بعد العديد من التقارير التي تحدثت والقادمة من وكالة عين الفرات من المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق هي تنقل الكثير من الأسلحة عبر معابر غير رسمية إلى البوكمال، وحشدت في الميادين وكذلك في دير الزور باتجاه القواعد المهمة جدا، نتحدث عن قاعدة حقل العمر النفطي التي يتواجد فيها التحالف الدولي، وكذلك هذه القاعدة التي ترونها أمامكم والقريبة من دير الزور وهي قاعدة كونيكو، وكذلك هذه التفاصيل التي نتحدث عنها أيضا تأتي في مقابلها أيضا تفاصيل عن شحنات لوجستية كبيرة للغاية قادمة من التحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي الذي هو يعتبر معبرا موجودا بين إقليم كردستان وبين سوريا، وبأن 40 شاحنة قد دخلت إلى هذه المنطقة، وال40 شاحنة فعلا التي دخلت إلى سوريا توجهت إلى الحسكة، وتوجهت أيضا للتحشيد في دير الزور، والإشارة هنا إلى قاعدة كونيكو، وعلى هذا الأساس وجدنا هذه الضربة الكبيرة تحدث بهذا الاتجاه. لكن نحن أمام التحشيدات في هذه المنطقة في غرب نهر الفرات وكذلك إلى شرق نهر الفرات بين هذين الطرفين، في ظروف صعبة للغاية تمر فيها المنطقة بسبب العديد من التطورات، والولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا نتحدث هنا عن الأوساط الأمريكية هي قلقة للغاية من مسألة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وتحديدا العراقية، وما هو قادم من العراق والتطورات التي تجري في العراق وطبيعة الهيمنة الإيرانية في الداخل العراقي. هي جاءت عن طريق أحد المختصين في السياسات الخارجية الأمريكية، نتحدث عن بوبي غوش الذي كتب على بلومبرج الأمريكية تفاصيل الكارثة القادمة في الداخل العراقي بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية ومن البرلمان العراقي. هو يجد بأن هذه ليست أخبار سيئة فقط للداخل العراقي، وإنما أيضا هي أخبار سيئة للعالم بأكمله وللاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك لسبب مهم جدا. بحسب بوبي غوش هو وجد بأن البرلمان العراقي الآن قد سيطر عليه بالكامل أغلب النواب الذين جاءوا كبدلاء وفازوا بعد انسحاب التيار الصدري بكل تأكيد من البرلمان، النواب الذين جاءوا هم من الأحزاب التي هي موالية لإيران بحسب بوبي غوش، وعلى هذا الأساس وجد بأن التظاهرات في الفترة القادمة ستنفجر، وأن هذا الأمر سيؤثر على مسألة إمدادات الطاقة في الداخل العراقي. العراق هو يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط
في أوبك، وبالتالي العراق سيسبب مشكلة كبيرة جدا وسيزيد الطين بلة على ما هو حاضر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، من عقوبات مفروضة على روسيا وكذلك من قطع إمدادات الغاز الطبيعي من قبل روسيا على عدد من الدول الأوروبية، والذي أدى إلى العديد من المشاكل الاقتصادية الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ما ممكن أن يجري في العراق هنا ممكن أن يضرب إمدادات الطاقة إذا ما فجرت التظاهرات في المحافظات الجنوبية، بحسب طبعا بلومبرغ الأمريكية وما قاله بوبي غوش. وعلى هذا الأساس ممكن أن تتأثر أسعار النفط بشكل أكبر وأن ترتفع هذه الأسعار إلى مستويات مقلقة للغاية. ووجدت بلومبرغ الأمريكية أيضا أن هذه ضربة موجهة بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك لأن هذه الأسعار إن ارتفعت هو أمر يأتي عكس ما يريده الرئيس الأمريكي جو بايدن، كذلك وسيعطي مساحة جيوسياسية ونجاحا سياسيا مما جرى في البرلمان العراقي ومن السيطرة على مفاصل إمدادات الطاقة بالنسبة لإيران على المستوى العراقي، سيعطيها الوقت الكافي وهي ليست مستعجلة إذا ما كان هنالك فشلا في المفاوضات النووية بأي شكل من الأشكال. تضرر على مستوى الرئيس الأمريكي جو بايدن مما يجري مع روسيا، العراق يدخل على خط هذه الأزمة، السعودية والمملكة العربية السعودية ليست واثقة من الولايات المتحدة الأمريكية، لا نجاح للاتفاق النووي، لا نجاح في الحصول على الطاقة الإيرانية، وبالتالي هو في مشكلة حقيقية جدا. وهذا ما وجده بوبي غوش بكل تأكيد بأنه قد يجعل في نهاية المطاف إذا ما تحول السيناريو العراقي إلى سيناريو مزعج في إمدادات الطاقة، قد تتوجه أوروبا والولايات المتحدة لتقديم تنازلات أكثر في العودة وفي مسألة المفاوضات النووية، مما يعتبر نجاحا بالنسبة لإيران، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ستحصل تماما هي وأوروبا على الطاقة الإيرانية، نجاح العودة للاتفاقية النووية، حصول إيران على الأموال، استقرار العراق شيئا فشيئا والحصول على إمدادات الطاقة. وقد يكون التقارب الإيراني مع المملكة العربية السعودية يساعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأي شكل من الأشكال فيما بعد في المرحلة القادمة لإقناع الخليج العربي في الحصول على الطاقة المطلوبة. وواضح جدا بأن مسألة الاتفاقية النووية هي تؤثر على العراق بشكل مباشر، وهنالك أنباء قادمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن وأوروبا، وتحديدا هنا نتحدث عن مجموعة الدول السبع الجي 7. الكلام يوم أمس بأن الجي 7 اجتمعوا في ألمانيا بهذا الشكل من أجل مناقشة أحد الأمور المهمة، ألا وهي الاتفاقية النووية والمفاوضات النووية، وهي تأتي كخطوة بعد نجاح واضح لجوزيف بوريل وهو وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. الرجل ذهب إلى طهران، التقى بوزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، واتفقوا على مسألة استئناف مفاوضات فيينا مرة أخرى، ولكنها لن تكون في فيينا أو في أي دولة أوروبية، بل هي ستكون في الشرق الأوسط وفي إحدى الدول الخليجية، والأذهان كلها ذهبت مباشرة إلى سلطنة عمان. ولكن في نهاية المطاف إيران انترناشنال كشفت بأن إيران اقترحت أن تكون قطر هي نقطة المفاوضات النووية من أجل أن يكون هنالك مفاوضات من جديد ومحاولات دبلوماسية لإنجاح العودة للاتفاقية النووية. وإيران هنا قد تنجح في الحصول على ما تريده من هذه المسألة بالتمام والكمال، لأن الجي 7 ليسوا في عجلة من أمرهم، أو في الأحرى لا تعتبر مسألة المفاوضات النووية بحجم ما يواجهونه مع روسيا والتحدي الكبير، فهم يركزون كثيرا في اجتماعاتهم وركزوا كثيرا على ما هو قادم بالنسبة إلى روسيا، فهم ركزوا على تحقيق مسألتين بالنسبة لروسيا من أجل تحقيق ضغط أكبر عليها. المسألة الأولى بالنسبة لجي 7، هم وجدوا بأن عليهم الآن إيقاف الواردات التي تحصل عليها روسيا من الذهب، لأنها تعتبر واردا مهما للخزينة الروسية، وكذلك هي تساعد روسيا على مسألة التجارة مع دول العالم. على هذا الأساس دعنا نقطع هذا الطريق على روسيا من أجل وضع ضغط أكبر على روسيا، ولكن يجب أيضا وفكروا أيضا في الخيار الآخر الذي سيضيفونه على هذه المسألة، هي فرض عقوبات على الدول التي تساعد روسيا، والإشارة واضحة جدا إلى الهند وإلى الصين، وذلك لأسباب مهمة جدا. فالصين الآن في الفترة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة
جاءت التقارير ووضحت بشكل واضح أن 55% من الواردات النفطية للصين هي كلها قادمة من روسيا، وبالتالي روسيا هي تعتبر أعلى دولة والدولة رقم واحد في الصادرات النفطية إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك أن الهند الآن أوصلت عملية الواردات الخاصة بها من الخامات الروسية قد ضاعفتها إلى 25 ضعفاً، وبالتالي الهند والصين تلعب دوراً كبيراً وتلعبان دوراً كبيراً في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعقوبات، وبالتالي روسيا لديها كل البدائل التي تحتاجها من أجل مواجهة العقوبات الاقتصادية. وعلى هذا الأساس الأوساط الهندية تحديداً هي في مرحلة قلق. هنالك حديث كبير جداً من إحدى المعاهد الهندية وأحد الخبراء الموجودين في المعاهد الهندية، طبعاً قد تحدث بأننا قد نتعرض إلى عقوبات واضحة لأننا لم نندد في ما قامت به روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا. نحن نساعد روسيا من أجل تفادي العقوبات، وكذلك نحن خالفنا العقوبات التي هي قادمة من الدول الغربية، وعلى هذا الأساس قد نتعرض إلى عقوبات. ولكن الغرب أيضا منتبه أن مسألة الهند ليست مسألة عادية، والتوجه إلى الهند ومعاقبتها قد تكون مسألة معقدة، خاصة وأن الهند تعتبر جزءا من منظمة قد لا يعرفها الكثيرون وهي منظمة بريكس، هي كمنظمة النيتو كجي 7 على سبيل المثال، ولكن هذه المنظمة هي ليست فاعلة على مستوى القرارات السياسية الدولية. هذه المنظمة التي تنتمي إليها الهند هي مكونة من روسيا والصين والهند نفسها والبرازيل وكذلك جنوب أفريقيا، والهند هي تشكل وتعتبر ثاني أعلى اقتصاد في هذه المجموعة. هذه المجموعة هي تشكل 23 تريليون دولار، اقتصادات كبيرة جدا موجودة ومجتمعة هنا. الهند تشكل طبعا وتعتبر الثانية على مستوى أعلى اقتصاد طبعا موجودة في هذه المجموعة بعد الصين، وهي تمتلك 3 تريليون دولار، وبالتالي الهند ليست سهلة أبدا. وأن هذه المنظمة الآن هي فعلا قد قامت باجتماع قد سبق اجتماع مجموعة الدول السبع الخميس الماضي في استعداد واضح جدا للعقوبات التي ممكن أن تكون قادمة من الجي 7 من الدول الأوروبية تجاه الهند تجاه الصين، وذلك من أجل الضغط بشكل أكبر على روسيا. وهذا الأمر قد انتبه إليه أحد أيضا أهم الكتاب والمفكرين، وهو نائب المدير العام في معهد ويلسون للدراسات في واشنطن. هذا الرجل هو مايكل كوغلمان، هو الذي تحدث عن هذه المنظمة وكيف أنهم يجب أن ينتبهوا إليها وما ممكن أن يكون قادم بسبب الحجم الكبير للاقتصادات لهذه الدول الموجودة في منظمة بريكس. وقال سيكون من الخطأ تجاهل أخطار مجموعة بريكس بسبب حجمها الاقتصادي الكبير. واضح نحن أمام تحدي هائل جدا بين جميع هذه الأقطاب التي نتحدث عنها، ولكن في نهاية المطاف بالنسبة للجي 7 بالنسبة لأوروبا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مجبر أخاك لا بطل، لا بد أن نضغط على روسيا قدر الإمكان من أجل إيقاف العملية العسكرية الروسية التي تجري إلى شرق أوكرانيا. التطورات بالنسبة لهذه المنطقة فروسيا بسبب الأمور والتسهيلات والانفراجات التي تحصل عليها على المستوى الاقتصادي وتفادي هذه العقوبات هي لم تمكنها فقط. هذه طبعا شرق أوكرانيا، هنا روسيا كما تلاحظون، وهذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس أينما تجري أكبر المعارك بين الروس وبين الأوكرانيين. هنا طبعا لوغانسك، هنا طبعا دانييتسك. بالنسبة للقوات الروسية هي تمكنت فعلا من السيطرة على سيفيرودونيتسك، هي تتقدم بشكل كبير، سيطرت تقريبا على أغلب هذه المناطق التي ترونها بهذا الشكل، كل شيء أصبح تحت سيطرتها وأصبح تحت سيطرة الانفصاليين الموجودين باللوغانسك الذين يقاتلون معهم. والآن بدأت روسيا تسيطر، بدأت تركز على مسألة دانييتسك. دعونا نتقدم في دانييتسك بما أننا اقتربنا من السيطرة على لوغانسك، وبالتالي بدأت تحشد من ضرباتها، بدأت تحشد من عمليات القصف على هذه المناطق لإنهاء السيطرة تماما على شرق أوكرانيا. ولكن كانت هنالك معلومات مثيرة قادمة من وزارة الدفاع الروسية إلى القناة الرسمية الخاصة بها في التليجرام متعلقة بما يجري في دانييتسك. فهنالك تطور أوكراني يبحث على عملية الإيقاف وإيقاف التقدم الروسي في هذه المنطقة. كما تلاحظون هنا، هذه هي دانييتسك التي تصل
سيطر عليها القوات الروسية طبعا والانفصاليين في دانييتسك. السيطرة طبعا تأتي تقريبا بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه. هنالك نهر مهم في هذه المنطقة وهو نهر فوفكا الذي يأتي بهذا الاتجاه التقريبي الذي تلاحظونه، هو طبعا نهر متفرع، هنالك كثير من التفرعات لهذا النهر. والقوات الأوكرانية كما تعلمون فإنها موجودة في ظل هذا السيطرة التي نتحدث عنها، الجهة الأخرى هي كلها سيطرة أوكرانية بهذا الاتجاه. هنالك عددا من السدود التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الروسية، هنا سد واحد تقريبا وهنا السد الآخر، والسد الآخر طبعا يأتي بهذا الاتجاه تقريبا الذي تلاحظونه. بالنسبة لهذه السدود، القوات الروسية وروسيا ووزارة الدفاع الروسية قالت أن الأوكرانيين يفكرون الآن بعملية تدمير هذه السدود الموجودة على هذا النهر، وذلك يعود إلى استراتيجية تحاول العمل عليها بالنسبة للقوات الأوكرانية، ألا وهي استراتيجية الإغراق. يريدون إغراق هذه المنطقة، أي بما معنى أن القوات الأوكرانية في ظل هذه المعلومات وفي ظل السيطرة التي نتحدث عنها كما تشاهدون، فإن القوات الأوكرانية هي تفكر في ظل هذه الخطة، وإذا ما صحت هذه المعلومات التي تمتلكها وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية ستنسحب خلف هذا النهر لتشكل خطا دفاعيا تدمر هذه السدود التي نتحدث عنها، وبالتالي تغرق هذه المنطقة بالتمام والكمال. وعلى هذا الأساس القوات الروسية ستكون بطيئة في التقدم، لأنها ستكون منطقة صعبة عليها للتقدم على المستوى البري، وبالتالي يبطئون التقدم الروسي بشكل عال للغاية. إذا ما ابتعدنا قليلا الآن بالقمر الصناعي من هذه المنطقة، فإن هذه الاستراتيجية بالنسبة للقوات الأوكرانية هي تهدف بشكل واضح للغاية بأنهم يبحثون للسيطرة على هذه المنطقة. هنا طبعا كما نتحدث وكما تعلمون هي الحدود الإدارية لدانييتسك، فالقوات الأوكرانية تريد الإبقاء على جميع هذه المنطقة، أن يكونوا مسيطرين عليها ومسيطرين على النهر الذي تحدثنا عنه بهذا الشكل. وبالتالي القوات الروسية لن تتقدم، وينتظرون الدعم القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، من أوروبا، تأثير العقوبات، سلاح أكثر، سلاح ثقيل أكثر لم يصل حتى هذه اللحظة، لكي يحققوا النتائج التي يبحثون عنها بكل تأكيد. ومسألة الإغراق التي نتحدث عنها هنا، التي تعمل عليها طبعا القوات الأوكرانية وتحدثت عنها طبعا وزارة الدفاع الروسية، هي استراتيجية ناجحة قد استخدمتها القوات الأوكرانية في السابق، استخدمتها في الدفاع عن العاصمة الأوكرانية كييف. عندما تقدمت القوات الروسية إلى كييف قاموا بإغراق وتدمير السدود الموجودة إلى شمال كييف وإلى غرب كييف، دمروها بالتمام والكمال، أغرقوا هذه المنطقة. تباطأت القوات الروسية تماما في التقدم إلى العاصمة، جاءت الإمدادات الغربية، جاءت العقوبات الغربية، وتمكنوا فعلا من النجاح في هذه الاستراتيجية. على هذا الأساس هم يبحثون على ما هو واضح بحسب المعلومات من وزارة الدفاع الروسية عن إبطاء التقدم الذي نتحدث عنه للقوات الروسية قدر الإمكان. بل إن الأمر بالنسبة للوغانسك وسيفيرودونيتسك لم ينتهي حتى هذه اللحظة، لا زالت القوات الأوكرانية بإمكانها إبطاء القوات الروسية والتقدم الروسي مما تبقى في منطقة لوغانسك التي تلاحظونها. وإن كانت سيطرت على سيفيرودونيتسك، فالمنطقة التي انسحبت لها القوات الأوكرانية وهي لتشانسك هي تعطي فرصة جيدة لهم في الدفاع. هنا كما تلاحظون سيفيرودونيتسك، هنا لتشانسك، لنقترب من هذا النهر وهو نهر سيفريسكي دونتس الذي تلاحظونه بهذا الشكل. بالتالي كما تلاحظون هنا، فإن القوات الأوكرانية بعد انسحابها من سيفيرودونيتسك، هذه الجسور قد دمرت، وبالتالي أصبح هذا النهر هو النهر الذي يأتي بهذا الاتجاه. القوات الأوكرانية بدأت تدافع عن هذه المنطقة من التقدم الروسي، والبعض قد يعتقد أن الروس سيتقدمون وسيعبرون النهر بعد قصف هذه المناطق بقوة عالية جدا، وسيتمكنون من الوصول إلى نتيجة حقيقية. ولكن هذه المنطقة هي منطقة جغرافيا صعبة للغاية، فهذه المنطقة هي مرتفعة جدا، نتحدث عن 180 مترا فوق سطح البحر، بينما المنطقة المقابلة في سيفيرودونيتسك التي تلاحظونها هي تأتي على مستوى ارتفاع 50 مترا. وبالتالي السيطرة النارية الأكبر هي للقوات الأوكرانية. هنالك صورة أوضح في الأقمار الصناعية،
توضح تماما طبيعة هذا الارتفاع الذي نتحدث عنه. لاحظ كيف أن الارتفاع كبير في هذه المنطقة مقارنة بهذه المنطقة، وبالتالي القوات فعلا الأوكرانية تمتلك قوة كبيرة جدا هنا في تواجدها، وهذا هو سبب الانسحاب الذي طبعا قامت به من أجل السيطرة ناريا على القوات الروسية والضغط عليها بشكل أعلى. الآن إذا ما حاولنا أن نتوقف في هذه المنطقة التي ترونها من أجل فقط أن ننظر وكأننا في القوات الروسية وننظر إلى هذا الاتجاه لكي نعرف كيف تبدو بالنسبة لنا إذا ما كنا كجنود الروس على سبيل المثال، ستلاحظ بأننا أمام مرتفع كبير جدا تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وأنت أصبحت متاحا، لن تستطيع العبور النهر ولن تستطيع الوصول إلى هذه النقطة إلا وأنت ستكون تحت نيران كبيرة جدا قادمة من الأوكرانيين. وعلى هذا الأساس فإن فعلا القوات الروسية لا تمتلك الكثير من الخيارات هنا بالنسبة لعبور سيفيريسكي دونس، وأن القوات الأوكرانية مرشح تماما أن تكون صامدة في مدينة ليتشانسك في الفترة القادمة. القوات الروسية لا تمتلك إلا عملية واحدة فقط بالنسبة لهذه المنطقة، هي دعنا نحاصر هذه المنطقة، دعنا نحاصر ليتشانسك من هذه المنطقة، دعونا نحاول أن نقطع الطريق عليهم. القوات الروسية موجودة في كل هذه المناطق التي تلاحظونها، وكذلك ممكن أن تعرض ليتشانسك إلى الكثير من القصف في الفترة القادمة. القوات الأوكرانية لا تمتلك إلا الاستمرار بالصمود ضد هذه المنطقة، استغلال النهر الذي تحدثنا عنه بكل تأكيد، وكذلك عملية إبقاء الإمدادات القادمة من هذا الاتجاه أملاً ومتأملين بالحصول على الدعم الذي يبحثون عنه بكل تأكيد. ولذلك هذه التطورات لا تعتبر تطورات عادية أبدا، بل هي تطورات كبيرة جدا ولها تأثيراتها حتى على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى الاتفاقيات التي ممكن أن نشهدها في الفترة القادمة.